من ميناء الجزائر انطلقت أول رحلة للخط البحري الموجه للتصدير والاستيراد بين الجزائر والعاصمة الموريتانية نواكشوط. يقوم المجمع الجزائري للنقل البحري من خلال أحد فروعه وهي مؤسسة كنان ماد بالافتتاح اليوم الخط البحري المنتظم لنقل البضائع عبر باخرة غوريا التي تصل حمولتها إلى 9000 طن، وهذا بالتعاون والتنسيق بين مختلف شركات النقل الوطنية سواء كانت النقل البري أو النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري بالطبع، بدعم من مختلف المتعاملين الوطنيين. الخدمة الجديدة ستعزز المبادلات التجارية بين البلدين، كما ستمكن المصدرين الجزائريين من الولوج إلى إفريقيا. يأتي هذا الخط، هذه المبادرة، كعربون، كآلية، كأداة من أدوات تطوير العلاقات التجارية أكيد مع إخواننا في موريتانيا في المرحلة الأولى، ثم مع إخواننا في السنغال وإفريقيا الغربية. وبالتالي يعتبر هذا الخط التجاري خط استراتيجي، خط سيكون بوابة فتح لمنتوجاتنا وأيضا للمنتوجات الموريتانية نحو الجزائر. على هذا الخط تنظم الشركة الجزائرية الوطنية للملاحة رحلة جديدة كل 20 يوم لتصدير المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا واستيراد السلع الموريتانية إلى الجزائر.